السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على توصيلة التوالي والتوازي، توصيلة التوالي والتوازي، العيوب والمميزات، الفولت اللي بيحصل فيه، الأمبير اللي بيحصل فيه. تمام كده، هنتكلم على المقاومات. أنا جايب لمبتين النهاردة بعوض بيهم في الدايرة دي، ممكن نقول عليهم مقاومتين، ممكن نقول عليهم مكثفين، ممكن نقول عليهم أي حاجة، بطاريتين. فتوصيلة التوالي والتوازي هنتكلم النهاردة عليها بشرح مفصل، وهنقيس كل حاجة بالأفوميتر معانا، وهنشوف كل حاجة عمله ونظري. تابعونا، يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما احنا شايفين، احنا معانا لمبتين هنا، اللمبتين دولت انا موصلهم توالي، لهم مفتاح بيتحكم فيهم. طيب الدايرة بنظرة سريعة كده هنقول بعض النصائح لزمايلنا اللي شغالين في السريسيون. لازم المفتاح بتاع الكهرباء وانت بتوصله في شغل السريسيون يكون قاطع سكة اللاين او سكة الحي، زي ما احنا زمايلنا بيسموه بره، ولكن النيوترال او الميت هو اللي بيوصل على طول لللمبة. زي ما احنا شايفين هنا، النيوترال هو اللي واصل معايا لللمبة، او الميت هو اللي واصل لللمبة. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان خاطر لما اجي اغير اللمبة او اجي اشتغل بيها في البوطة اللي بتبقى في السقف ما تكهربش، يبقى خط الكهرباء هو اللي مقطوع بقى معايا. طيب هنيجي هنا ننور. زي ما احنا شايفين اللمبتين نوروا معايا مسريين. طالما قلنا مسريين يبقى هنا اوتوماتيك، واحنا عارفين الفولت اتقسم على الاتنين. الفولت بتاع المنبع بتاعنا اللي هو طالع معانا زي ما احنا شايفين كده على الافوميتر، تمام. الفولت بتاعنا من المصدر بتاعنا هنا كام؟ زي ما احنا شايفين 220. طيب هنيجي بقى نشوف كل لمبة خدت نصيبها كام من ال 220. هنيجي نشوف اول لمبة هنا خدت معايا كام؟ 113. ولما نيجي هنا نشوف على اللمبة التانية خدت كام معايا، تمام، 113 برضو، بس انا ايدي بتهز شوية. تمام، طيب معنى كده ايه؟ ان الفولت في حالة التوالي عشان اجيبه حتى للمقاومات، لان دول مقاومات، عشان اجيبهم لازم اجمعهم هما الاتنين على بعض عشان يجيبوا لي الفولت بتاع المصدر. طيب هنيجي للامبير، لازم اجي جاي بقى اقلب هنا الكلامب عشان يقلب معايا كلامب امبير. هنيجي للامبير، الامبير هقيسه في اي مكان في الدايره هيديني هو نفس الامبير الثابت. نشوف هنا بوينت 3، طيب نشوف هنا بوينت 3، نفس الكلام، مش هيتغير في اي مكان في الدايره. يبقى احنا كده عرفنا الفولت وعرفنا الامبير. من عيوب التوصيل على التوالي ان لو اي حمل من الاتنين دول حصلت له مشكلة، مثلا اللمبة دي اتحرقت، ايه اللي هيحصل؟ اللمبتين طفوا معايا. يبقى انا اتكلمت هنا في 3 نقط في توصيلة التوالي. يلا بينا نقلب دي التوازي ونشوف ايه اللي هيحصل في الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. طبعا زي ما احنا عارفين احنا دلوقتي وصلنا التوصيلة معانا توازي، تمام كده. انا هنا لما اجي اوصل اللمبتين التوازي مع بعض، لو احنا هنرسمها هنا، حتى لو انا عندي هنا، انا بس نسيت ارسم لكم التانية، لمبتين التوالي هتبقى لمبة وفي اللمبة التانية، هنوصل بداية بنهاية وناخد دول كده مع بعض، وهاجي حاطط هنا المفتاح في السكة، دولت التوالي، واحنا اتفقنا خلاص عشان ما نعيدش الكلام. طيب هنيجي بقى للتوازي، لمبتين لمبة ودي اللمبة التانية، تمام؟ دي لها طرفين ودي لها طرفين، باخد البدايات مع بعض واخد النهايات مع بعض، تمام؟ هنا كانت بداية بنهاية، لكن هنا باخد البدايات مع بعض والنهايات مع بعض، وأنا رايح أديهم كهرباء باجي قاطع سلك منهم، تمام كده؟ وأجي واخد مدي دول كهرباء، يعني السلكة دي رايحة أهي، ده أنا بشرحها لك بطريقة مبسطة جدا، وأنا رايح اديله كهرباء باجي قطعه في السكه وحاطط المفتاح، تمام. المفروض بقى هنا معايا في توصيله التوازي
لما اجي اقيس على اللمبه دي الاقي 220 فولت، اجي اقيس على اللمبه دي الاقي 220 فولت، اجي اقيس على المدخل بتاعهم الاقي 220 فولت، يبقى هنا الجهد ثابت اللي كان بيتقسم عندنا في التوالي. ولكن لما اجي اقيس بالامبير في المصدر هلاقيه مثلا المفروض 10 امبير، اي اللمبه دي هتاخد 5 منهم واللمبه دي هتاخد 5 منهم، يبقى ايه اللي بيحصل للامبير؟ بيتقسم على المقاومات. تمام. طيب لو اللمبه دي اتحرقت دي ما عندهاش اي مشكله، هتفضل شغاله، لكن لو اللمبه دي كانت اتحرقت الدايره كلها كانت هتطلع بره الموضوع. يلا نجرب الموضوع ده مع بعض كده، ايه عملي. تمام، عشان بس مش عارف اللمبه هتضايقكم في الكشاف في الاناره ولا لا. تمام. طيب انا عندي هنا اللمبتين نوروا معايا صح كده، هنيجي نخش على الفولت. اول حاجه لما نيجي نقيس على الفولت زي ما احنا اتفقنا عملي كده مع بعضينا، هناخد الطرفين دولت كده هنشوفهم. هنيجي بقى هنا نشوف الطرفين، هنا المصدر بتاعنا كام في الفولت؟ 220 صح كده. طيب هنيجي اللمبه فيهم هنا، نيجي نبص بقى على الكلام 220، يبقى زي ما احنا قلنا اللمبه واخده 220. تمام كده. طيب هنيجي نبص بقى على الامبير بتاعنا هنا، الامبير بتاعنا هنا في المصدر قد ايه؟ بنتكلم في 1 امبير، يبقى كل لمبه من دولت اوتوماتيك كده وانت مغمض هتاخد كام؟ هتاخد مننا نص. تمام كده، اهي 5 امبير. تمام كده، يبقى كل لمبه هتيجي تاخد مننا نص امبير، واللمبه الثانيه نفس الكلام. طيب هنيجي بقى اللمبه منهم نطلعها بره الدايره، اللمبه الثانيه هتفضل شغاله، يبقى في واحده معانا والثانيه فضلت شغاله. يا رب اكون فدتكم بمعلومه في الفيديو دوت. تابعونا على قناه الكهرباء والسيفتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.